اليوم غادي نهضروا على شنو هو اللانش باد، كيفاش نديروا نستافدوا منه، كيفاش نربحوا منه بزاف الفلوس، كيفاش نتقيدوا فيه خطوه بخطوه. المهم غنديروا هادشي جميع ان شاء الله، لان علاش السيمانه اللي فاتت شاركت في واحد التجربه ديال اللانش باد وكنت باغي نتعلم منها صراحه. عاد نشارك معكم هذه التجربه هذه. الناس اللي متبعيني في انستغرام راه شافوا البلان كيفاش داير، اللي متبعينيش دخلت ابونا دابا باش تبقى تسقل هاد البلانات هادو. ناري شحال كندوي بالزربه، سمعوني غادي نفراني. المهم غادي نشوفوا ان شاء الله هادشي كامل في هاد الفيديو هادي. اوكي غنشوفوا كلشي خطوه بخطوه. قبل ما ندوزو ان شاء الله الموضوع ديالنا نخليكم مع الفصل الاشهاري ديالنا. كما كتعرفوا تي او ماركت هو الدائم الرسمي ديال القناه، هو اللي كيحفزنا باش يخلينا ندير لكم فيديوهات اسبوعيه في مواضيع ديال التداول. بغيت نعطيكم واحد المعلومه قيمه ممكن تساعدكم، اللي هو المارشي ديال الاسهم الامريكيه طايح بزاف هاد الوقيته هادي. ممكن تستافدوا من هاد الطيحه هادي وتشريوا الاسهم ديالكم باثمنه مناسبه. اللي عليكم ديروا هو تدخلوا تقيدوا في الاوليه اللي كاين في صندوق الوصف وتبداو كتداولوا في الاسهم الامريكيه. اللي محتاج توصيات او لا مساعده او لا فورماسيون في هاد الدومين ديال الاسهم الامريكيه غادي تلقاو مجموعه ديال اي ا حتى هي صندوق الوصف، سولوهم راه تيساعدوكم. هذا ما كان. دابا ندوزو الموضوع ديالنا، وطبيعه الحال غادي نشكركم في كل فيديو على التفاعل وعلى الدعم وعلى التشجيعات ديالكم. هادشي كيموتيفيني بزاف وتيخليني نرجع لكم بمواضيع جديده وتيخليني نجرب لكم شي حوايج جداد اللي عمرني جربتهم. اول حاجه بالنسبه للناس اللي مقيدين في بايبيت معايا، راكم نتوما راكم واجدين. اللي مازال خاصكم ترجعوا للفيديو اللي كاينه في القناه تقيد في بايبيت، حل فيها كونت وغنوريو وسري فيها التوكن ديال بيتاو. اوكي دابا غادي ندوزو ليكرو وغنوريكم البلان كيفاش داير. خاصكم تعرفوا بان هاد لا استراتيجي اللي غادي نشوفو ديال لانش باد استراتيجي ممكن تربح منها بزاف ديال الفلوس، لكن انت ذكي وكتعرف تقلب وكتساين الوقت المناسب وديما كتكون في الوقت والمكان المناسب. لانش باد ممكن تلقى بزاف ديال البروكر. علاش اختارينا بايبيت؟ لان شفت بان فيه بزاف ديال لانش باد، عاد كيتحطوا فيه بزاف ديال كيتليستو فيه بزاف ديال لي توكن، دونك مازال فيه ما يدار. اوكي ماشي بحال لي زيكسشانج اللي معروفين واللي كبار. اوكي دونك هذا هو لافونتاج. حاجه اخرى بزاف الناس سولوني علاش بايبيت، غتكونوا اكتشفتوا بان ملي كتبغي دير ان روتري تعطيك 3 سوايع في النهار، يعني 3 ديال الاوقات في النهار باش تروجيري. يعني حتى تهاكيتي او لو وقع لك اي مشكل ممكن تدخل لكم ديالك من بعد وتانيلي داك الروتري اللي كان دار لك داك السيد اللي بغى يسرقك ولا هذا، ومنها كتحمي الكونت ديالك. هذه ما كايناش كاع في لي زيكسشينج الاخرين. اون فوا كيدار الروتري تيمشيو لك الفلوس، ما عندكش امكانيه باش ترجعهم. اما في بايبيت بالعكس، ممكن كدير بحال اون دوموند ديال السحب وكتساين عليها تقريبا مثلا واحد 3 سوايع 4 سوايع غير مثال. اما هما راه كيعطيوك الاوقات مثلا تقول 8 الصباح 12 العشيه و 6 العشيه، هذو هما الاوقات اللي خاصك دير فيهم الغوتخي باش يخرجوا لك دغيا. دونك ملي كتكون عندك الوقيته ديال باش تفايد الغوتخي ديالك، انت ممكن تقاد الامور تعاود ترجع للحساب وتانيلي داك الغوتخي، وهكا كتحافظ الحساب ديالك على الهاكين. اوكي دابا غادي ندوزو ليكرون كيف قلنا. اوكي دونك كيف قلنا غادي تكونكتاو في الحساب ديالكم ديال بايبيت، اللي مازال ما دايرها وغادي يلقى اللين ديالو في صندوق الوصف. دخل تقييد وغتشوف الفيديو في لاشين ديالي، راه مفسر فيها كلشي دو ا ا زد. اوكي دونك هنايا غادي نمشيو للكونت ديالكم، غادي تكونيكتاو بيان سور، غادي يكون كلشي مكونيكتي. اوكي غادي نمشيو لهاد البلاصه هادي سميتها لانش باد. اوكي غادي يفتح لكم اونغلي واحد اخر. دونك هنايا تيبان لك لي لانش باد اللي غادي يكونوا جايين في الطريق، جايين في الايام الماجيه. دونك لانش باد اللي كاين هو اس اي اس اي اس. اوكي غادي نحاولوا نشاركوا فيه. دونك نحاول نفسرها لكم بطريقه بسيطه قبل ما نوريكم داكشي. انت كتحاول باش كتشارك فيه، كتشارك فيه بواحد التوكن اللي هو في هذا لوكا هذا ديالنا كيكون هو البيت داو. اوكي دونك تتحطو بحال اللي كتسلفوا لهم ولا كياخذوه لك، باش من بعد ملي كيتليستا وبحال اللي كيجازيوك بالتوكن ديال هاد اس اس اي اس او لا اي لانش باد غادي يكون. كتكون انت ما بين الوالي اللي غادي يشدوه، فهمتيني؟ يعني بلا ما تبقى تسالي مثلا الجرافيك عادي تحل مثلا بحال اللي كيديروا باينانس ما كيليستيو شي كوين او شي حاجه، كتبقى انت كتساينها حتى كتبقى ديك الكاونت داون كيبقى يهبط يهبط يهبط، هي كتدخل هي كيسالي عاد ممكن تسري. لا انت كتكون ديجا عندك التوكن في الحساب ديالك عطاوه لك. اون فوا الناس كيدخلوا وكيتحل لهم الحساب فين باش يبداو يسريو، دونك تيطلعوا لك البري كيطلع لواحد الدرجه صاروخيه بحال اللي تيكون بامب، وانت اللي كتستقرا بحال انك شاري من 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 الدخله الاولى، هما اللي شراو من قبل. فهمتوني اللي بغيت نوصلها لكم؟ اوكي المهم دابا نوصل لكم الطريقه. حنا راه مازال عندنا علينا الحال باش نتقيدوا كاملين، دونك شنو خاصكم؟ اوكي دونك هذا هو غدير اون سافوار بلوس. اوكي من بعد ممكن نتوما تختاروا اللغه اللي بغيتو. دابا انا دايره بالفرنسيه، ممكن اللي بغيتو هنايا بدلوا اللغه اللي بغيتو، انا غنخلي الفرنسيه. هنايا غادي يعطيك سميتو سميه ديال العمله سميتها اس اي اس، لو تيب دو بروجي ديالها فاسيليتاتور دو ليكيديتي ملتي بلوكشين. اوكي غادي يعطيوك اوسي واحد التقديم ديالها، ممكن تمشي تقرا عليه من بعد اذا بغيتي. فوالا هنايا عندك السيت ويب ديالهم، ليفغ بلون، كونديسيون جينيرال، كلشي.
الوكاسيون طوطال بور لو لانش بات غادي يعطيو تقريبا 500,000 سيسي يعني نص مليون. البري ديال 6 داير 1 دولار اوكي. بلافون بار اتيليزاتور غادي يعطيوك 500 سيسي يعني شحال ما شاركتي غادي تشد 500 سيسي ما يمكنكش تفوتها. الا جات اكثر مثلا غادي يعطيوها لواحد اخر. هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله. دونك شحال مازال تقريبا يومين غنحاول كنسجل الفيديو اليوم 2 مع 7 و 4 غادي نسالي غنحط لكم باش كلشي يستافد اوكي. دونك هنا تيقول لي فيليسيتاسيون فوزيت اليجيبل ا لا بارتيسيپاسيون ا ليفينمون اوكي. دونك فيريفي تيقول لك الصوت المويه اللي عندي انايا هو 161 بيت اوكي. هنا تيقول لك اونجاجي ماتنو ما يمكنليش ليغريزي ما يمكنكش تستعملها لان مازال ما تحل لونجاجمون. دابا كتقرا هنا لي كونديسيون. انا ما غاديش نحاول نقرا لكم كلشي مي غادي زعما نبسط لكم دغيا ونعطيكم داكشي باختصار تقراوه من بعد باش ما نطولوش الفيديو. ديجا اول حاجه هنايا خاصك تكون فيريفي الكي واي سي ديالك ليفل 1 يعني تصيفط لهم باسبور ديالك اولا كارت ناسيونال خاص تكون فيريفي. انا ديجا فيريفيت الكون ديالي النهار اللي حليته معاكم في الفيديو اللي فاتت دونك فيريفي. دونك هادي عندي سي بون. تيقول لك لو مونطون مويان كوتيديان دو بيت توكن سور فو كونت سبوت اي باي في خاص يكون تقريبا ما بين بعدا المده ديال ما بين 27 في هذا الشهر حتى 1 في هذا الشهر مع 12 ديال الليل خاصو يكون ايغال او سوبيريور ا 50 يعني خاصو يكون كيساوي 50 اولا فوق 50 بيت تقريبا. البيت داير تقريبا واحد 2 دولار فاصله 5 ولا فاصله 4 يعني غادي تجي شحال نقول لك غادي تجي. المهم ضربوا نتوما الحساب اوكي. دونك هنا الكونديسيون الثالثه لي سو كونط هادي ماشي مهمه. الرابعه حتى هي المهم هادو الصراحه هما لي كونديسيون لي مهمين هما الثلاثه الاولى هادي نخليكم نتوما من بعد تقراو هادشي اوكي. دابا تقول لك الكرونولوجي كيفاش هادشي غادي يخدم. دابا بيريود دو لانستونطاني هي اللي حنا فيها يعني هي اللي خاص تكون انت فيريفي الكونت ديالك ويكون عندك لي بيت توكن ديالك في الكونت ديالك في لو كونت سبوت. انا كيف ما شفتوا عندي ديجا 161 بيت ديالي كلها تقريبا غادي نشارك بها ولا غادي نشارك 100 بيت اوكي. دونك هادي انا بالنسبه لي راه عندي اوكي. دونك نتوما عندكم الوقت باش تشريو وتقادوا الامور ديالكم. دابا عندكم موراها لا بيريود الاولى كاينه لا بيريود دانسكريبسيون. هنايا بوفي انجاجي ان سيرتان نومبر دو بيت توكن بور لو نوفو بروجي يعني هنا كتعطيهم بحال اللي كتانفيستي في ذاك البروجي بلي توكن ديالك و دوفي كليكي سور لو بوتون سانسكريب ماتنون يعني عاد يخرجنا من بعد واقيلا انجاجي ولا هذا عاد يبان ما يبانش. دابا au cours de la période d'inscription, le nombre max de bit tokens que vous pouvez engager dépend du solde bit moyen quotidien de vos comptes spot et yani le nombre maximum l'عدد maximum اللي ممكن تانفيستي هو ديك la moyenne اللي غادي تكون عندك الافريج ديال البيت اللي غيكون عندك في الكونت ديالك في ديك الخمس ايام يعني ما بين 27 حتى الوقيله 1 ديسمبر اوكي. دونك فيها خمس ايام تقريبا. هنايا ديك الساعات غادي نحطوا البيت ديالنا. المرحله الثالثه هي البيريود دو ديستريبيوشن يعني هي الوقيته فين غادي يبغاو يعطيونا الفلوس. نحاول نشوف بعدا الوقيته ديال البيريود ديسكريبسيون غادي تكون فوقاش. غادي تكون جوج في شهر 12 يعني بقات لها تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام. غادي تكون مع 33 دقيقه يعني 3 ونص حتى 11 ديال الليل اوكي. هادي يو تي سي اوكي. تنشوفوا اليو تي سي باش بحال جي ام تي ولا هذا تنشوفوا الفرق اوكي. دونك هنا المهم اللي فهمت سي كو غتكون مثلا 3 ونص ديال العشيه حتى 11 ديال الليل اوكي جو بونس اولا العكس. المهم حتى نشوفوا ديك الساعات اليو تي سي شنو هي. انا غنشوف دابا شنو هي اليو تي سي اوكي. دونك اليو تي سي وجي ام تي بحال اوكي. دونك 8 بي ام يو تي سي 8 بي ام جي ام تي اوكي. دونك هنا غادي نرجعوا. دونك هنايا ما عرفتش واش 3 ونص الصباح اولا ديال الليل دونك المهم حنا الدراري ديك النهار خصنا نكونوا ما ناعسينش فيقوا نحضروا ليها اوكي. المهم هذا غير ديتاي تنشوفوا من بعد. اللي عرف الدراري خلينا نجاوب في الكومنتير عافاكم اوكي. من بعد في هذا النهار هذا دونك غادي تسالي مع 10:59 وغالبا انا كنظن غادي تكون بالصباح ما غاتكونش بالليل لان ما يمكنش تكون بالليل. بيريود غادي تكون بيريود دو ديستريبيوشن غادي تكون نفس النهار جوج في شهر 12 غاتكون مع 11 النهار اوكي. وغادي تبقى تقريبا ساعه حتى 11:59 يعني ساعة تقريبا. هنايا فوتخ فينال فوتخ مونطون فينال دالوكاسيون دو 6 ايكالا لو مونطون دو بيت كو فوز افي انجاجي. المهم هادي عملية حسابية باش تعرف راسك شحال غادي تجيك ديال اس اي اس ديك الساعة اللي بغيتي تاخد الوقت وتحسب انت شحال غادي تجيك على حساب هاد لو مونطون هذا اللي كاين على حساب شحال واحد غادي يشارك بزاف ديال الحوايج اوكي. دونك هنايا غادي يعطيوك التوكن ديالك انت الاول وموراها بيريود دو لونسمون. هنا في غادي تليستا غادي تليستا الكوين او التوكن في البروكر ديال بايبيت اوكي. لا نوفيل بير سبوت اس اي اس يو اس دي تي سورا ديسپونيبل فوقاش مع 12 اكزاكتومون مع
لا فان ديال الوقيته ديال الديستريبيوشن، يعني هادشي اللي قلت لك كنت كنحاول نفسر لكم قبيلات. حنا غادي يعطيونا التوكن ديالنا قبل ما يتليستا، قبل ما يدخل اي واحد يسري. يعني مثلا واخا يكون كيساوي 1 دولار، اون فوا غادي يطلع، وانا غنوريكم ليكزومبل في البي تي او اللي تحط السيمانه اللي فاتت، طلع حتى 30 دولار. يعني حنا خاصني نوريكم داكشي في الجرافيك باش تفهموني. اوكي دونك اون فوا حنا غادي نكونوا خدينا التوكن ديالنا ومرتاحين، وكتشوف كلشي غادي يدخل تيتخارى باش يشريها دغيا، حنا غتكون ديجا عندنا، وما غادي يطلعوا لنا، غادي يديروا لنا البامب، غادي ناخذوا فلوس. اون فوا تشوفوا طلعات غادي ناخذوا فلوسنا، نتاينوا حتى انا واحد 10 دقائق ولا قسمين ولا هذا، ناخذوا فيساتنا ونخرجوا، نخليهم هما تيدابزوا، واللي بغى يخليها مثلا في اللونغ تيرم يخليها شغلكم هذاك. دونك بيريود دو لونسمون هي في ديك الوقيته. هادشي اللي كاين. دونك هذا هو التجربه. دونك ما نقدرش نحاول ندير معكم كلشي، نقدر نشوفو معكم في انستغرام، ندير معكم الديتاي، مي دابا في يوتيوب خصني نحط لكم فيديو دابا باش تستافدوا كاملين. اوكي مي راه باينه. دونك انسكريبسيون غادي تجي دير واقيلا غي اونغاجي ماتنو، غادي تحل هاد البوطونه هادي، وغادي غادي تبدا الخدمه. اوكي دابا غادي نمشيو للجرافيك ديال البي تي او اللي تحط السيمانه اللي فاتت، نفس البلان اللي كندوي عليه دابا. اوكي دونك غادي نمشي للمارشي هنايا، وغادير ريشيرشي هنا، وغتكتب مثلا بي تي او، وغاتبرك عليها غادي تعطيك الجرافيك نيشان. انا وجدت لكم لي جراف اللي غادي نشوفو، غادي نشوفو بي تي او و جن. هادو بجوجهم كانوا كانت لانش باد ديال السيمانه اللي فاتت كانت هي بي تي او، ولانش باد ديال السيمانه اللي مورا اللي فاتت كان ديال جن. انا نهضروا على البي تي او. اوكي هادي اللي شاركت فيها السيمانه اللي فاتت. الو ها البلان هادي، غنديرو 4 سوايع باش تشوفو شنو طرا. الساعه باش تبان اكثر. اوكي دونك اون فوا تحلات انا كانت جاتني تقريبا 400 بي تي او، هي اللي تعطات ليا، يعني تقريبا 400 دولار ديال بي تي او، كانت تحلات في 0.25 سنتيم. كتبان لكم هنايا، شوفوا فين طلعات 30 دولار. يعني هاد الدراري دابا كيوقع ليا المره اللي فاتت والبنات، كانت عندي تقريبا قلت لكم 400 بي تي او، طلعات 30. يعني شحال هي؟ يعني هي 12000 دولار، هي 12 مليون. انا المهم ما بغيتش نعين راسي، مي حمار صراحه في هاد الوقيته هادي، حمار. نسيت الوقيته ديال لانش باد، ونسيتها ديال لونسمون ديال ليستينغ. دوكو دخلت من بعد ساعه عاد طلعت معايا، ولقيتها وصلت شي 5 دولار، ولا مابقيتش عاقل. كانت عندي في الربح شي 3000 دولار صافي. قلت شدتني الفقصه، وحق الله الا شدوني الجنون. زكيت 12000 دولار على والو، وانا مشارك فيها، ومن الصباح وانا كنساين مشات ليا. المهم هاد المره هادي غنديروها اونصومبل، وما غاديش نزكلوها ان شاء الله. طلعت شوف من 25 سنتيم حتى 30 دولار، يعني 12 مليون مشات غير هكاك، مشات غير هكاك راه الله. المهم الصراحه انا ما سديتهاش، خليتها. اوكي خليتها حيتاش ما خسرتش عليها بزاف ديال حد الان. داكشي ديال البيت اللي حطيت عليها ما ساويش داكشي اللي تعطاني، يعني حطيت فيها شي 100 و شي 200 تقريبا بيت ولا هذا ديال الدولار زعما، تعطاتني 400 بي تي او. دونك راني مازال رابح فيها، انا مخليها. لا عاود طلعت 30 دولار انا اللي غادي نربح، ماشي مشكل. اوكي غنعاود نحاول نشوفو مثال اخر ديال جان. جان تاهي تحطات كنت قبل شرح قبل شويه، كنت حطات في 18 فهاد الشهر، هي هذيك اللي تقريبا 10 ايام. نفس البلان، كانت بدات في 5 دولار، شوف فين وصلت، 33 دولار حاليا، 33 دولار. المهم كانت النهار الاول طلعت 20 دولار، يعني ضربات في 4، ضربات في 4. اوكي وعاد هذه بقات غاديه تبارك الله، غاديه مزيانه، ما عاودش طاحت. دونك كنحاولوا يكون لو ميم كان ان شاء الله بالنسبه للبي تي او. دونك لي لانش باد كاملين تيكونوا رابحين وتيكونوا مزيانين، يعني خاص الانسان يستافد منهم، ما خاصش يضيعوا. وهذا الشيء ما غاديش يقول لكم اي واحد، الناس راه كيضربوا منهم بزبابل ديال الفلوس. دونك ركزوا على لي لانش باد، ركزوا على لي لانش باد، راهم ساهلين. اي انسان ما تيفهمش وتيخاف يضرب شي حاجه جديده، مي من هنا للفوق ان شاء الله غادي نبداو نركزوا عليهم. اوكي وغادي نشاركوا فيهم كاملين ان شاء الله، وغنربحوا كامل الفلوس. حنا غنبقاو نحمقوا راسنا، كندخلوا نتريدي، وهذا نضربوا في لانش باد، نشدوا فليساتنا ونعلقوا بحالاتنا صافي. ضربنا غير لانش باد في السيمانه، 4 في الشهر، بخير. دونك هادشي اللي كاين. ديك الساعات تيكون عندكم لا شوسو تاخذ فلوسك او تاخذ الكابيتال ديالك، وهذا سوا سميتو بغيتي تبقى 90 خليه يخدم عليك انت اللي بغيتي. انا صراحه الا حضرت عليها واش مثلا وصلت 30 دولار، غادي نبيع كلشي، ما غاديش 90. اوكي غادي نبيع كلشي وناخذ فلساتي
وهذا هذا ما كان. دونك انتما ليكم واسع النظر. الى عجبتكم الفكره وعجبتكم لا فيديو نتمنى كيف ديما المسانده والتشجيعات تفرقع في الكومونتير. بارطاجيو مع اصحابكم باش توصلوا نتوما الفكره. وكل ما كنا بزاف كل ما البري غادي تبامبا فهمتيني. كل ما كنا بزاف كل ما حنا كاملين غادي نربحوا فهمتيني. يعني ما كايناش نخبيها على صاحبي ولا هذا. كلنا غادي نربحوا. كل ما كنا جماعه كل ما حنا غادي نربحوا اكثر. هذا هو الهدف ديال هادشي كامل. دونك ما تنساوش تبعوني في انستغرام. اللي مازال ما تقيد في باي بيت تقيد دابا. هبط ديبوزي دابا وخذ البيت ديالك. تفكروا راه مينيموم 50. نتوما خذوا 55 بيت اولا 100 بيت كاع. واللهم يسير والله يعاون الجميع. نبغي كلشي يربح يكون فرحان. وان شاء الله من مورا الليستينغ نبغيكم كاملين تقولوا لي راكم دخلتوا الفلوس وكتبوا لي شحال ربحتوا. والله يسهل الجميع. نشوفوا ان شاء الله الفيديو الماجي غادي نهضروا على اف تي ام مع واحد الدري مغربي اللي ربح التشالنج ديالهم. راه تبارك الله راه غادي مزيان وخدام على دراسته. دونك غادي يفسر لنا كلشي. نشوفوا الفيديو الماجي ان شاء الله. تشاو.